أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. على كتافي تخافي ازاي وانا موجود، هنفرش كل شبر ورود، على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر أحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا وساعدنا بإيدنا مشاهدينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقه النهارده حلقه متنوعه ومميزه ومختلفه، ابرزها اننا احنا كنا مع رواد اعمار الصحراء وقاهري الصحراء في وادي النطرون، مجموعه متميزه من المستثمرين والفلاحين وشباب الخريجين والمصريين وغير المصريين، مش بس كمان في مستثمرين مصريين، كمان كان في من دول خليجية ودول أجنبية مستثمرين. تحولت منطقة وادي النطرون لأكبر منطقة استثمارية فيها تنوع وفيها عوامل لجذب الاستثمار مختلفة جدا عن أي منطقة تانية. إن شاء الله هنشوف تقرير مسجل مع رواد أعمار الصحراء، لكن قبل ما نشوف هذا التقرير معانا كمان زي ما عودناكم في برنامج من سيزرع المليون شغل مهم جدا ومختلف عن استثمار زراعي جديد، وهو الاستثمار في الطحالب. الاستثمار في الطحالب خاصة طحالب سبايرولينا من أهم الاستثمارات اللي موجودة على الساحة حاليا، في رواج كبير ليها، في انتشار كبير ليها، في إقبال كبير عليها من قبل المستثمرين وشباب المستثمرين من الفلاحين والمزارعين ومختلف أو مختلف الفئات، خاصة أن الاستثمار في الطحالب زي ما قلنا قبل كده ممكن نستغل به الأراضي القاحلة الغير صالحة للزراعة، لا يستهلك مية في ظل التحديات المائية اللي احنا بنواجهها، في صناعات مختلفة بتنتج عنه تسويقها سهل وبسيط، وكمان شركة نور الهدى للاستثمار الزراعي بتوفر الكثير من الميز والمميزات لعملائها، وده اللي هنشوفه في لقاء مع الدكتور
حاتم الكومي وهو رئيس شركة نور الهدى للاستثمار الزراعي. هنشوف هنروح نشوف إن شاء الله تقرير أو لقائنا مع رئيس الشركة الدكتور حاتم الكومي، وبعد كده إن شاء الله هنرجع لكم في مفاجأة مهمة جدا أثارت ضجة كبيرة جدا في منطقة رشيد بالبحيرة. مش هقول لكم المفاجأة لكن هنشوف التقرير ونرجع علشان تعرفوا مننا المفاجأة في برنامج مساء الزراعي المنتظر هنا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في برنامج من سيزرع المليون. استكمالا لحلقتنا ولقاءتنا مع شركة نور الهدى، معانا كمان لقاء تاني مع الدكتور حاتم الكومي رئيس مجلس إدارة شركة نور الهدى. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن موضوعات مهمة، عن الخدمات اللي بتقدمها الشركة وعن الاستثمارات الخاصة بهذا المجال في مصر والمنتجات الخاصة به والتصنيع والتسويق. النهاردة هنتكلم بصورة عامة عن الاستثمار في تحالف السبايرولينا في مصر، امتى دخلت مع الدكتور حاتم الكومي. اهلا بحضرتك. اهلا فضل دكتور حاتم، عاوزين نعرف من حضرتك يعني الاستثمار في تحالف السبايرولينا استثمار جديد، امتى دخل مصر وامتى انتشر هذا الاستثمار ومدى انتشاره في مصر حاليا ايه؟ احنا من سنة 2012 بدأنا بهذا المجال الاستثمار، نادي كان الوضع السياسي اللي كان موجود في البلد، فالموضوع تأخر لغاية 2017 لما بدأنا أول مشروعاتنا. من بعدها بس الحمد لله يعني بتكون نسبة النمو بتكون على بدرجات عالية، بنضعف الإنتاج كل سنة حوالي مرتين أو ثلاثة. بالنسبة للاستثمار نفسه يعني قبل ما الشركة نفسها تشتغل، هل كان موجود ولا الشركة هي أول من أدخل الاستثمار في التحالف في مصر؟ أول ما أدخلنا المجال إنتاج الطحالب على نطاق تجاري هي كانت شركة نور الهدى. أول مزرعة تتعمل تجارية على السبوينة في مصر كان شركة نور الهدى. كان قبل كده كان مقتصر شغلها في مراكز البحث العلمي بس، يعني لم تخرج للاستثمار الزراعي او لنطاق الاستثمار، وكانت مقتصره على عمليات البحث العلمي في مركز البحث العلمي. تمام. مفيش حد كان عمل مزرعه قبل كده او استثمر فيها، مفيش حد كان بيستورد كبودر خام او بصناعه في المنتجات قبل كده. موقعنا احنا في من العالم في هذا الاستثمار، يعني موقع مصر كدوله بدات ودخلت في السوق من 2017 زي ما حضرتك قلت في الاستثمار، وايه ابرز الدول المنافسه لينا في الاسواق العالميه؟ هو حجم التصدير عالميا اللي بيتداول في التصدير والاستيراد على مستوى العالم هو 200 ألف طن سنويا. طبعا من كبار الدول في هذا المجال هي الهند والصين، وهما بالنسبة لنا يعتبروا أقوى المنافسين. حضرتك يعني فيما يخص الدول الأخرى، يعني حضرتك ذكرت أو في حسب ما مذكور في السوشيال ميديا أو في وسائل الإعلام أن دولة إسرائيل يعني لها شغل كبير في هذا المجال، و5% من دخلها من الاستثمار في الطحالب، فهل ده حقيقة أو هل ممكن الاستثمار في الطحالب ممكن يشكل نسبة كبيرة جدا من الدخل القومي لي أو الدخل القومي الاقتصاد القومي بتاعنا؟ مع الفجوة اللي عندنا سواء في مجال الأغذية أو في مجال الأعلاف أو مجال الأسمدة أو الوقود الحيوي، الشيء الوحيد القادر على سد هذه الفجوة هو مجال الطحالب، لأن في الآخر احنا بنستخدم أراضي غير صالحة للزراعة وغير صالحة للصناعة، وبالتالي بنستخدم الأصول المهدرة بنفعلها، بيكون هو البديل، لأن المجالات الأخرى بيكون تكلفة الاستثمار فيها أعلى وتاخد فترة أطول. حتى طبعا حسب قرارات منظمة الطيران العالمية وقود الطيارات دلوقتي بيبقى يعني اعتقد 2020 حوالي 25% من وقود الطيارات لازم يكون وقود حيوي، ومع السنين اللي جايه بيتم زياده هذه النسبه. الوقود الحيوي عندنا مصادر، اما نعمله من محاصيل زراعيه او ممكن نعمله من الطحالب. احنا اوريدي دوله مستورده المحاصيل الزراعيه،
فيبقى لتلبية احتياجات الوقود الحيوي للطيارات هيكون نقدر نعمله استثمار في مجال الطحالب. يعني ممكن ننتج وقود حيوي للطائرات من الطحالب؟ اه فندم، والتكنولوجيا واتشرفت ان انا قابلت دكاترة افاضل في مركز كم البحوث، الابحاث عندهم والكود والنوهاو عندهم، محتاجين حد يتعاون معهم. انتشار شركة نور الهدى في مصر، يعني المواقع بتاعتها او المحافظات اللي منتشرة فيها وبدأت بالفعل شغل فيها، وخطتكم خلال الفترة اللي جاية؟ بإذن الله الفترة الجاية في أغلب اسكندرية الصحراوي في مساحة كبيرة واخدينها، برضو محضرين مشروع ضخم في منطقة المهرة بإذن الله هنبدأ فيه، بالإضافة في مشروع زراعي زراعة نباتات طبية وأعشاب وطحالب في منطقة سيوه. بالنسبة للمستقبل الاستثمار في الطحالب في مصر، يعني أي استثمار لما بيزيد بينتشر بيسبب مشكلة في التسويق، وزي محاصيل كتير مثلا زراعية زي البطاطس لما بيزيد بيسبب مشكلة وأسعاره بتقل فالناس بتحكم عن زراعته، هل الاستثمار في الطحالب ممكن يتعرض لهذه الأزمة ولا مهما انتشر ففي وسائل كبيرة للتسويق الخاصة به؟ لا أكيد طبعا مهما انتشر في وسائل كتيرة، لأن احنا بالفعل نتميز عندنا قسم مبيعات بيضم سادة أفاضل من الدكاترة المتخصصين. احنا خطتنا قبل ما ننتج بنكون بايعين، قبل ما نتوسع في اي انتاج لا بنكون عارفين ان الانتاج اللي طالع داخل لاي منتج. احنا لغايه دلوقتي في منتجات حوالي 9 منتجات خاصه بينا، الفتره الجايه ان شاء الله 2021 هتكون هنحاول نضيف حوالي 15 منتج اخرين، وبالتالي فاحنا بنخلق النيد عند الناس الاول وبعدين بنسعى للتوسع في الانتاج. طب حابب حضرتك توجه نصايح لصغار المستثمرين سواء في مشروع المنص ومن فدان او صغار المستثمرين من الشباب للاستثمار في هذا المجال، ليه ممكن الشاب او اللي معاه مبلغ وجاي من الخليج او اللي معاه مبلغ في البنك يستثمر في هذا المجال؟ انا هو حجم الاستثمار فيه مش نسبيا مش حق، لا يحتاج راس مال كبير، راس المال بقى معقول دلوقتي بالنسبة لأي مشروعات أخرى. أي مستثمر صغير داخل في المجال هو همه خوفه الأساسي هو سرعة فترة استدارة رأس المال، فدي اللي بيوفرها مجال التحالب. هذا النوع من أنواع الاستثمار هو بيوفر أقل فترة لاستدارة رأس المال، ودي الهاجس الأساسي لأي مستثمر صغير لسه مستكشف وضعه في السوق، يهمه مبدئيا أولا يستعد رأس ماله وبعد ذلك يكون الأرباح على مهله. خلال قد إيه ممكن يسترد لا يتجاوز سنتين؟ الحقيقة أنا بشكر حضرتك جدا دكتور حاتم الكومي رئيس مجلس إدارة شركة نور الهدى، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فندم. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، تابعونا في برنامج من سيزرع المليون في حلقات كتير وموضوعات مختلفة إن شاء الله خلال الفترة الجاية. شكرا جزيلا لكم، معكم شعبان بلال. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. قلنا قبل التقرير والفاصل ان في مفاجاه كبيره جدا هنقولها للساده المزارعين والساده المشاهدين والناس اللي بتتابعنا في برنامج من سيزرع المليون، والمفاجاه دي من قريه اسمها البوصيلي في مركز رشيد بمحافظه البحيره. الحقيقه هذه القريه نجحت فيها او نجح فيها 2 مزارعين في انهم يضاعفوا إنتاجية محصول الجوافة لحوالي 15 ضعف. ناس كتير ما صدقتش النتائج وناس كتير
قالت ازاي هل معقول الانتاج الخاص بفدان الجوافه يزيد من 3.5 طن لحوالي 50 طن. الحقيقه الدكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه ووزير زراعه الغلابه زي ما بيقول عليه الفلاحين، وكمان رئيس شركه رويال جرين تكنولوجي معانا في مداخله هيوضح لنا ازاي وصلنا بانتاج فدان الجوافه ل 50 طن من 3.5 طن. دكتور محمد فتحي سالم اهلا بحضرتك. ربنا يخلي حضرتك يا رب. يعني الحقيقه ده انجاز كبير او تجربه فريده ما سمعناش بها قبل كده، ان احنا نضاعف انتاج الفدان من محصول معين لحوالي 13 الى 15 ضعف. ده رقم كبير جدا بالنسبه للمزارعين. عاوز من حضرتك يعني تفسر لنا ازاي وصلنا لهذه النتيجه وردود فعل المزارعين والفلاحين في مركز رشيد بمحافظه البحيره. أنا بالكرة بتعتمد على تفكير الموضوع، ومن أولها بقول لحضرتك الأرض موجودة قرية اسمها كوم واحد مركز البحيري في البحيرة تبع مركز رشيد يعني. تمام. بدأ المزارعين وكنا مهتمين جدا بالجوافة، لأن الجوافة في مصر تعبان، عندنا مشكلات كبيرة جدا. بدأ كل المتابعين اللي مهتمين بالموضوع ده يدور الأرض دي على أرض الواقع، أدي الجمل وأدي الجمال. الثانية عندنا خمس مشكلات مريحين في الجوافة والشعبان. خمس مشكلات بالتدريب ده عندنا مشكلة أمطار مسلاب نباتات عقد التدريب وعفان بذور. عندنا مشكلة كبيرة جدا في مكان الجوافة أثناء جوافة الفاكهة. فقلنا بعديها مشكلة روح التربة وروح المرضى. خمس مشكلات دول يحددوا كمية إنتاج الجوافة في مصر. مشكلة الثانية والشعبان إن لو حضرتك عملت مع المزارع في هيقول لحضرتك انا كنت بصرف 30,000 جنيه للفدان وبجيب 3 طن ونص. يصرف 30,000 جنيه ويجيب 3.5 طن. اه بالكثير 4 طن كتير يعني. تمام. وبيصرف 30,000 جنيه وبالتالي عائد غير مجدي. الناس المزارعين كمان دي بتقوم الجوافه تعمل مشكله برضه، فبيصرف له 25 30,000 جنيه وما يعرفش يجيب 3 4 طن. اللي عملناه مع جماعه في رشيد عملنا تحليل تربه ميه وحددنا المشكله، وان عندنا لما تتعقد الدخول بنسبه عاليه جدا، مشكله كبيره جدا في عفون الدخول بروحها في التربه عاليه جدا برضه. دي كانت مشكله في المفتحين ومشكله في الحصاد بتاع الجوافه. وقت الجوافه بتقعد على الشجر الجوافه تعبان هي عائل مفضل لجوافه الفاكهه، حتى لما بيجيب 3.5 4 طن مصابين كمان بجرد الفاكهه ما عرفش يصدرها. اللي اتغلبنا عليه عملنا برنامج علمي متميز، وانت حضرتك لو عملت لقاء مع المدربين وانا مع المزارع وبدعوك يا استاذ تعبان تتنقل بالكاميرا والفريق الاعداد عندك وتنزلوا تصوروا لايف هناك في الارض. لان احنا الطفره اللي هناك بالباب اتمنى تعم مصر كلها، وانا عندي حلم كده يتعمل في مركز تسليم حقول اسكاتيه توصل 20,000 فدان يطلعوا مليون طن جوافه. احنا كمان يا دكتور يعني معلش انا بقطع كلام حضرتك، معانا كمان فيديوهات للجوافه من مركز رشيد يعني ما شاء الله عليها يعني. اتفضل يا دكتور كمل. الحمد لله احنا كنا بنلعب في الجيم فمش شايف قوي، بس برضه انت في برنامج هذا لو رحت هناك لايف يا استاذ تعبان تحس ان مصر انت فيها خير، في علماء في مصر انت بيحاربوا عشان مصر تقف زراعيا على رجلها. ولازم اقول لك يا شعبان فعلا على ضمن الجوافه الاتحاد الاوروبي النهارده يا شعبان يتعدى 90,000 جنيه. يعدي كام يا دكتور؟ 90,000 جنيه ما يوازي 4.6 من 10 يعني 4.6 يوم ضمن الجوافه. ضمن الجوافه 99 ده الاورجانيك ولا العادي؟ الاورجانيك. تمام؟ انت تتخيل ما يقرب من حوالي 90,000 جنيه ضمن الجوافه. احنا هنا الجوافه عندنا باحسن الاحوال 5,000 8,000 جنيه. طب يا دكتور احنا يعني التجربه بتاعت حضرتك مستهدفه قد ايه مساحات جوافه خلال الفتره اللي جايه؟ انا عايز اوصل ان يتعمل بمساعده الدوله ومساعده وزير الزراعه ومساعده وزير الزراعه والصناعه يتعمل محط للجوافه، يعني محط معطات للجوافه اورجانيك من رشيد.
والمزارعين بتوعنا زي ما احنا بناكل في مصر جوافه هنا، خد بال حضرتك لما اقول لحضرتك 50 طن الفدان، 20,000 فدان يعني مليون طن جوافه. مليون طن دول يا استاذ عماد يعني 4 مليار دولار قيمه صادرات مصريه في مصر. 4 مليار دولار. قصدي اللي احنا بنصدره احنا بنصدر ب 2.7 فريتش ومصنع 3 مليار دولار. بنصدر كل حاجه 5.2 مليار دولار. خليني اقول لك رقم متواضع يعني، اسرائيل بتصدر 10 مليار دولار وتركيا بتصدر 18 مليار دولار. انا عندي حلم يا سلام ان الجواز ده في مصر، ما خد بالك ما عندناش دوله كانت وسطيه بتجيبنا في الجواز. فممكن ده يتعمل يبقى حاجه محترمه جدا وتيجي الزراعه المصريه. طب دكتور في سؤال يعني معلش، يعني ردود فعل المزارعين في على التجربتين اللي حضرتك يعني مبهورين يا استاذ مبهورين، وانا نفسي تعمل لقاء مع المدربين بالتليفون والدور. احنا ممكن يعني لو الزملاء في الاعداد يتواصلوا لنا مع احد المزارعين اصحاب التجربه. انا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد، وان شاء الله نتواصل مع الساده المزارعين اصحاب تجربه من مركز رشيد في محافظه البحيره. الحقيقه يعني دكتور محمد والمزارعين والعاملين في شركة رويال جرين تكنولوجي لهم الكثير من التجارب اللي المفروض تظهر ومفروض تدعمها الدولة خلال الفترة الجارية، خاصة ان احنا شايفين يعني طفرة في انتاج الكثير من المحاصيل اللي بيتبناها الدكتور محمد وبيعمل فيها حقول ارشادية. ده حقل ارشادي في 16 فدان، انتاج الفدان حوالي 50 طن، سعر الطن اورجانيك لو صدرناه للاتحاد الاوروبي 90,000 جنيه. ممكن نوصل لو عملنا تطوير لعمليات الزراعه بالسماد الحيه وفي محافظه البحيره نوصل ل 4 مليار دولار عائد صادرات مصر من محصول واحد وهو محصول الجوافه. زي ما قلت الدكتور محمد فتحي سالم ان الدول الثانيه بتصدر بمليارات الدولارات لمحصول واحد. احنا في مصر عندنا ميزه نسبيه ان احنا من اكبر الدول اللي بتصدر بتزرع جوافه، ما عندناش تنافس او منافسه خارجيه من دول تانية، وده بيدينا فرصه اكبر ان احنا نصدر وان احنا نشتغل خلال الفتره اللي جايه بصوره اكبر. ونتمنى من وزاره الزراعه والجهات البحثيه في الدوله وخاصه يعني وزير الزراعه السيد القصير انه يتبنى هذه المبادرات وهذه الافكار وهذه التجارب للتوسع فيها لدعم الاقتصاد الوطني للبلاد. احنا معانا تقرير مهم جدا، احنا معانا الاستاذ حسن حسان موافي من رشيد وهو احد المزارعين اصحاب هذه التجربه. استاذ حسان. نعم. اهلا بحضرتك. احنا بنتكلم على التجربه الخاصه بزراعه الجوافه بالسماد الحيوي، وكان معانا الدكتور محمد فتحي سالم في مداخله دلوقتي واتكلم على ان احنا نجحنا في اننا نوصل بانتاج فدان الجوافه ل 50 طن. عاوز حضرتك تتكلم لنا اكتر عن هذه التجربه لو تكرمت. ايوه، احنا اما شفنا قناه اليوتيوب بتاعه الدكتور محمد فتحي سالم وشفنا المنتجات اللي هو بيعملها ومطلعها اللي هي المخصبات الحيويه زي النوفا كي والنوفا بلس. تمام. فكان عندنا احنا الارض فيها نسبه النماتودة عاليه في الجذور والملوحه. هو اتكلم ان كان في حوالي 5 مشكلات انخفضت خالص. يعني كان من ضمن الفدان اللي احنا نفذنا فيه التجربه دي كانت السنه اللي فاتت كان 300 شجره جايبين 3.5 طن. والشجر بدا يبان عليه اعراض الامراض واوراقه تصفر. فتواصلنا مع الدكتور محمد فتحي سالم ونفذنا في حقل تجريبي، يعني عملنا حقل تجريبي من ضمن المساحه اللي عندنا. احنا عندنا مساحات كتيره جوافه. على مساحه قد ايه التجريبي؟ التجريبي مساحه فدانين بس منفصلين مش في مكان واحد. تمام. فالفدان اللي احنا كنا صورنا فيه ده استخدمنا فيه النوفا بلس والنوفا كي. تمام. فبصراحة عمل يعني نتيجة مبهرة بصراحة، الانتاجية بالتزهير والتحميل
يعني بصراحة وصلت 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 كم طن يا حق؟ وصلت كم طن؟ يعني لا تقل عن 50 طن أو 40 طن يعني على أقل تقدير. طب ردود فعل المزارعين يعني في 30 ثانية، ردود فعل المزارعين وكلام المزارعين على التجربة دي وعلى الإنتاج الكبير والطفرة، الفرق الكبير بين التجربة وبين الزراعة العادية اللي كانت موجودة بالفعل. لا يا فندم، ده في فرق كبير خالص يعني من كل النواحي. من ناحية إن هي بتزود خصوبة الأرض، من ناحية إنها بتزود الإنتاجية وبتضاعفها، من ناحية إنها بتدي منتج صحي آمن، و يعني التصدير هينطلب، وفي كل المجالات بتدي بترفع انت بترفع من مستوى الفلاح. بالاضافه لحاجه مهمه جدا، ان التكاليف اقل بكتير من التسميده الازوتيه والمبيدات الحشريه. يعني كمان في ميزتين، في انتاج كبير وتكلفه اقل. انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ حسان موافي، وهو احد مزارعين الجوافه في مركز رشيد محافظه البحيره، وصاحب احد تجربتين الخاصين بالدكتور محمد فتحي سالم للزراعه بالسماد الحيوي والانتاج المضاعف بصوره كبيره جدا. معانا تقرير مهم من قلب وادي النطرون مع معمرين الصحراء وقاهري الصحراء. الحقيقه هذه الالقاب وهذا الكلام قليل كتير على هؤلاء الاشخاص اللي راحوا الصحراء وعمروها وحفروا الابار وعملوا تسويه للارض واستخدموا الطاقه الشمسيه ودخلوا الكهرباء وزرعوا الزيتون وعملوا حملوا حاجات كتير جدا. نتمنى من كل المصريين انهم يكونوا اصحاب فكر واصحاب وعي، وخلال الفتره اللي جايه يكون ده هدفهم في انهم يعمروا الصحراء. عندنا شغل كبير في مليون ونص مليون فدان، عندنا شغل كبير في غرب المنيا، عندنا شغل كبير في الكثير من المناطق الوعدة. احنا رايحين امبارح لمنطقة وادي النطرون وعلى الطريق الدولي للعالمين وادي النطرون، شفنا يعني عملية تعمير ضخمة وكبيرة بتتم في الصحراء. مفيش دلوقتي صحراء دلوقتي وكلها بقت مزارع، بقت مناطق، مجتمعات زراعية، مجتمعات عمرانية، مجتمعات صناعية، وده بيدعونا ان احنا نفتخر بهؤلاء الشباب وهؤلاء المستثمرين. زي ما احنا شايفين معاكم على الشاشة، الأرض دي كانت في يوم من الأيام كانت أرض صحراء وتحولت لأرض فيها طرق، في كهرباء، في مزارع، في حياة. يعني زي ما احنا شايفين معاكم ده مزارع، دي مزارع زيتون عمرها سنوات، ده مصنع لتخليل الزيتون، وده دي معصرة لزيت الزيتون. وإن شاء الله بإذن الله خلال الفترة اللي جاية هيكون معانا أكتر من حلقة عن تفاصيل خاصة عن عاصمة مصر الزراعية، أو مشروع عاصمة مصر الزراعية الجديدة في وادي النطرون، واللي مستهدف خلال الفترة اللي جاية ننقلها أو ننقل هذه التجارب في منطقة غرب المنيا وفي منطقة تانية في الأقصر. وإن شاء الله هنكون معكم أول بأول، هنشوف إن شاء الله اللقاء مع رواد تعمير صحراء وادي النطرون، وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا الخميس المقبل التاسعة الثامنة مساء، لأن البرنامج ميعاده دلوقتي بقى الثامنة مساء بدلا من التاسعة مساء. وإن شاء الله بإذن الله تابعونا كل خميس الثامنة مساء، ومعكم شعبان بلادي. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. زي ما عودناكم في برنامجنا حلقة جديدة مع معمري الصحراء وقاهري صحراء وادي النطرون. الحقيقة زي ما شفنا الحلقات الماضية كان في استثمارات رهيبة جدا، عاصمة زراعية جديدة، مجمعات صناعية مختلفة، مجمع زراعي صناعي عمراني مختلف. النهاردة جمعنا مجموعة من رواد وإعمار صحراء وادي النطرون، هيكلمونا عن الاستثمار الزراعي في وادي النطرون ومميزاته، والفترة اللي جاية هتكون ازاي في المنطقة في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والجهات التنفيذية في الدولة لتعمير الصحراء ودعم القطاع الزراعي بكافة السبل. احنا هنسيب المايك لكل واحد من رواد تعمير الصحراء، هيتكلم عن نفسه وعرف نفسه ويقول أهمية الاستثمار الزراعي في وادي النطرون
ومميزاته خلال الفترة اللي جاية. هنبدأ بالحاج محمد وهو ضيف عزيز ومستثمر من دولة اليمن الشقيقة. أستاذ محمد، أظن يعني حضرتك تعرفنا بنفسك وتقول لنا إيه اللي شفته في منطقة وادي النطرون لما زرتها وعشت فيها خلال الفترة اللي فاتت. والله أنا شفت وادي منطور، يعني والله أنا جيت على وادي نطرون وحاجة يعني تشرح القلب، يعني وحاجة كويسة وزيتون وزراعة يعني كويس، وإن شاء الله إحنا ناويين إنه نستثمر في نفس الوادي ده. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم ضيف سحيل. بسم الله الرحمن الرحيم، رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إحنا هنا جينا استثمرنا، كانت الأرض واخداها شركة الميكنة وشركة نوباسيد من الدولة 10,000 فدان، كانت حمراء جرداء ما فيهاش لا مية ولا سكك، بس الدولة ربنا يصلح حالهم عملوا الطرق وعملوا الشوارع الرئيسية، وإحنا أخذنا وقسموا الأرض خمسينات وعشرينات وعشرات ومئة فدان، فكل واحد مننا أخذ حتة، وكنا بنيجي بنتوه في الضروب وبنتوه في الأراضي دي من دي، وعرفنا عملنا خريطة تبع الشركة وجينا استلمنا ودقينا أبار، ورحنا رخصنا برضو من هيئة الأبار تبع وزارة الزراعة، وقدمنا على الكهرباء، الدولة برضو قامت بالصراحة يعني بمساعدتنا ووصلونا فيه بعد الكهرباء، ولكن ربنا أكرمنا أخيرا بالطاقة الشمسية، عملنا طاقة بنرو بيها اللي رو 50 فدان واللي رو 30 فدان، بدت الناس تيجي ونشتغلوا في وادي النطرون، فزرعنا هنا لقينا حللنا التربة وحللنا المياه الجوفية، لقينا أنسب زراعة زراعة الزيتون، هي منتجة بتطول شوية يعني بتاخد سنة واثنين وثلاثة واربعة على ما تنتج، ولكن بقت بسم الله ما شاء الله جنة، يعني بسم الله ما شاء الله تشوفها، بسم الله ما شاء الله أخونا من اليمن جاي، وفي ناس جاية من مصر وناس جاية من اسكندرية وناس استثمروا من بورسعيد، وناس جت من الخليج برضو خدت اللي خد 100 فدان واللي خد 200، وناس من الفيوم وناس عملت مصانع عندنا هنا، والحمد لله دلوقتي احنا هنا بنيجي ونستريح والحمد لله، كهرباء جت ما جتش برضو ما بتزعلناش، بنعمل له طاقة وبنشتغلوا بالطاقة ومعانا ناس مهندسين وبنعملوا دراسة جدوى لها وبنشتغلوا وبنقسطوا ساعات، يعني بناخدوها تقسيط عشان نشتغلوا، والحمد لله رب العالمين، هنا ربنا كرمنا أحسن كرم والناس هنا طيبة كلها وناس كويسة زي الحاج عوض والحاج سامح برضو موفرين الأمان هنا لنا بصراحة وناس محترمين، وكلنا بنزرعوا، ومش بس الحاج محمد اللي جاي من يمن، ده في ناس من السعودية وفي ناس من الإمارات وفي ناس من الخليج وفي ناس حتى من إيطاليا وجايين شركة معاهم هنا بيشتغلوا، اللي بياخد 100 فدان واللي بياخد 50 وبنزرعوهم وبنزرعوا بسم الله ما شاء الله، ودلوقتي بننتجوا وعندنا مصانع زيتون فريحنا بتاعت ناس برضو وبنعرف نسوقوا حاجتنا والشغالين الحمد لله، وبسم الله ما شاء الله الطرق يمكن انتوا شفتوها والكهرباء شغالة والبيوت هي كانت الأول بنعمله خص الأول وساعات بنتوه في الضروب، بسم الله ما شاء الله دلوقتي جنة في أرض الله الحمد لله. وهنسيب الكلمة حضرتك للأستاذ طه، يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طاب عبد العظيم أبو خميس من بني سويف، جيت هنا إن شاء الله نستثمر في وادي النطرون ونزرع إن شاء الله، الأرض بسم الله ما شاء الله كويسة والأمية كويسة والكهرباء موجودة إن شاء الله والطاقة الشمسية والناس كلها هنا كويسة والدنيا تمام إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، رحيم معك محمد الحوف من رام ضمير من منطقة جناكديس، واخدنا خمس فدادين وبنزرعهم زيتون الحمد لله، يعني والأمور متيسرة هنا ومية مية الحمد لله والله، وكل حاجة متوفرة هنا والطاقة والمية حلوة والطرق حلوة وأمان وأهم على الأمان. وشكرا. زي ما شفنا الحقيقة الحاج طه والأستاذ محمد والحاج ضيف والحاج محمد اتكلموا عن نقاط مهمة جدا في الاستثمار في منطقة وادي النطرون، سواء توافر كافة المتطلبات أو المستلزمات الخاصة بالاستثمار، توافر عوامل الأمان، توافر دعم الدولة ليهم بالطرق وبالكهرباء وبكافة الوسائل اللي تنجح هذا الاستثمار. هنكمل كمان كلامنا مع باقي رواد إعمار صحراء وادي النطرون، وهنبدأ بالمستشار فرج حجاج ومستشار قانوني ومستثمر زراعي في منطقة وادي النطرون. سيادة المستشار تفضل. اولا يعني تحياتي لحضراتكم، فاحنا اذا كنا معمرين للصحراء فانتوا فرسان الصحراء، كونكم تسيبوا الاستوديوهات والتكييفات وتنزلوا لغايه عندنا وتمشوا في الضروب في الصحراء، فده يعتبر دعم للمستثمرين
واحتكاك بالمشاكل الحقيقيه والحوافز الحقيقيه اللي موجوده في الصحراء. اولا يعني الصحراء بمنظور عام هي ارض موات، الدوله عملت على مدار سنين طويله ماضيه على حوافز للمستثمرين وللزراعيين، سواء كان صغار مستثمرين او كبار مستثمرين او المنتفعين من الصحراء. الدولة بعد ما نجحت فكرة قرى الخريجين والعمل على قرى الخريجين والمستثمر اللي بيمتلك المنتفع اللي بيمتلك 5 فدادين وفدانين وتلاتة، الموضوع اتطور شوية وبقى الصحراء فيها أراضي خصبة كبيرة كتيرة جدا، مساحات كبيرة، المستثمرين والمنتفعين والناس على كافة طوائفهم واختلافهم بدأوا يشوفوا منظور مختلف لمنظور الزراعة. مصر دايما طبعا كانت كما ذكرت في القرآن هي خزائن الأرض، ويمكن أكتر دليل على كده إن احنا في ظل جائحة كورونا كانت كل الدول ما بتصدرش، ما كانش فيه غير مصر اللي كانت بتصدر. يعني ويحضرني في ذلك إن وزير النقل والسيد رئيس الوزراء معالي السيد الوزراء حول طيارات الركاب لطيارات شحن علشان تقدر تواكب الطلب الزايد على المنتجات الزراعية المصرية. الدولة طبعا أولت اهتمام كبير للمزارعين في الفترة الأخيرة، الرئيس في البرنامج الرئاسي بتاعه وفي الخطط المتتالية للوزارات كان بيركز ومهتم جدا بالاستثمار الزراعي، عمل مشروع 1.5 مليون فدان، عمل توصيات لإقامة تعاونيات شركات تعاونيات للشباب عشان تبدأ تزرع في الصحراء. ولكن مع كل اللي بتعمله الدولة ده، ولكن المستثمر والمزارع المصري بيحتاج الدعم وبيحتاج الدعم وبيحتاج الدعم، بيحتاج الدعم من 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 بأشكال مختلفة. يمكن الدولة يعني بتدعم، ولكن أنا عارف إن السيد الرئيس هيبص لصغار المستثمرين وصغار المزارعين، لأن الفترة الأخيرة أو الحقبة اللي قبل الثورة 30 يونيو كانت حقبة بيستولى أو بيستحوذ على المساحات الكبيرة اللي بنقول عليها بالبلدي وش التورتة. كان المستثمرين الكبار بيسقعوا الأرض، بيشتغلوا في الأرض، أي نعم كانت بتوصل للمستثمر الصغير ولكن بتوصله بتكلفة عالية لأن الأرض بيبقى هو اشتراها من مستثمر آخر. الرئيس في ظل الموضوع ده بدأ يحصر، بدأ يشوف الجدية في التعامل، بدأ يرجع ويسحب الأراضي من المستثمرين الكبار اللي كانوا بيسقعوها، اللي كانوا يعني محتكرين لمساحات كبيرة من الأراضي، بدأ إعادة توزيعها. يعني كان قانون 143 أي نعم هو ظلم ناس كتير جداً من صغار المستثمرين، ولكن بقانون 144 حصل في طفرة في مجال تقنين الأراضي، في مجال الاستثمار الزراعي. يعني احنا بنأمل ان السيد الرئيس، وهو انا عارف ان هو يعني والد للكل وبيدعم الصناعات وبيدعم الزراعة وبيدعم الصناعة اللي بتقوم على الزراعة. يعني آخر اجتماع كان ليه الرئيس دعم منتجات الألبان ودعم مجمعات الألبان ب50,000 جنيه ودعمها بمميزات كتيرة جدا، وعمل برضك المبادرة للزراعيين. ويمكن يحضرني في هذا المجال، ويعني بعتز سعادتك الشعبان، يمكن هو مش مجاله، احنا هنا بنتكلم عن التنمية الزراعية، ان الرئيس الوحيد في فترة سياسته الأولى او من وقت ما مسك عمل خريطة زراعية استثمارية لمصر. يعني عندنا مشاريع كبيرة جدا على الخريطة دلوقتي، اللي عاوز يعمل مشروع دجاجي كبير في اماكن، اللي عاوز يعمل مشروع ثروة سمكية في اماكن، تسمين في اماكن، عملنا مشروعات عملاقة في الزراعة، عندنا غرب المنيا وغرب غرب المنيا، عندنا المهرة، عندنا المغرة، عندنا اسوان، عندنا اماكن كتير جدا، وعندنا الأقصر في توسعات زراعية في المنطقة الغربية في جنوب الصعيد. فالوقت ده وقت حوافز استثمارية. المشروع القومي اللي عمله الرئيس وأشرفت عليه وزارة الزراعة بيتيح للمستثمر دلوقتي إن هو يختار المشروع بتاعه وبيختار أرضه قبل ما يدفع أي حاجة، وتشكل لجنة لتقييم ذلك بعد كده. هو يمكن الناس بتشوف إن في عائق في قانون التملك، في عائق في الإجراءات، ولكن إحنا عارفين وضع المحليات.
يعني الريس عامل زي الجرار الامريكي اللي جابه بيشد الناس لقدام، ولكن في قوه مضاده وفي فساد، بعض الفساد في المحليات، يمكن الرقابه الاداريه، ويمكن احنا عامل اتحاد على مكافحه الفساد، ويعني بدعو كل الناس او ان هم يتضافروا في مجال الاستثمار الزراعي، لان ده اللي هيدعمنا وده خير القادم للبلد ان شاء الله. يعني انا اشكر حضراتكم وان شاء الله بالتوفيق للمجموعه والتوفيق لمصر كلها ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة المستشار على هذه الكلمات، والحقيقة شفنا ده على أرض الواقع، ده مش كلام، احنا شفناه في الكثير من المشروعات الزراعية الاستثمارية الكبيرة، سواء في المنوس ومن الفدان، سواء في مشروع الزيتون، مشروعات النخيل، في كل محافظات مصر تنمية على قدم وساق. احنا كمان معنا الأستاذ عادل زيدان رئيس مجلس إدارة شركة أفرولاند لإدارة المشروعات، وهو أحد زراع المليون واحد المستثمرين في مشروع المليون ونص المليون فدان، ومش بس مليون ونص المليون ونصف المليون فدان، كمان له سابقة أعمال كبيرة في صحراء مصر. أستاذ عادل زيدان، عاوزين تعرف بحضرتك وعاوزين نعرف رأي حضرتك باعتبار حضرتك أحد المستثمرين في منطقة وادي النطرون، يعني مستقبل هذا الاستثمار في ظل الانتشار الكبير والرواج الكبير للمستثمرين ورواد الأعمال ورواد المستثمرين هنا في منطقة وادي النطرون؟ طبعا أنا بشكر الأستاذ شعبان وبشكر حضراتكم جميعا وبشكر أسرة برنامج من سيزرع المليون وأسرة قناة الصحة والجمال، إن هم قطعوا مسافة 100 كيلو عشان يجوا يسلطوا الضوء على الاستثمارات اللي موجودة في منطقة وادي النطرون. طبعا يعني احنا هنا عشان نتكلم عن الاستثمار الزراعي. الاستثمار الزراعي النهارده كان الاول الاستثمار في مجال الزراعه والقطاع الزراعي صعب، لكن مع رؤيه الدوله في اللي بدات في الحقيقه في 2014 بتسهيل كل العقبات اللي بتقابل المستثمرين الزراعيين في هذا القطاع بصدور قانون 144 لسنه 2017 لتحديد الملكيات والاعوزه واعاده التخصيص لبعض المحافظات. طبعا دي قضت على البيروقراطيه الحكوميه اللي كانت موجوده في اصدار العقود، بالاضافه لرؤيه السيد الرئيس في خلق مجتمع عمراني وزراعي وصناعي جديد في مشروع المليون ونصف المليون فدان في منطقه الفرافره وفي منطقه غرب المنيا وفي منطقه المغره، ودي الحقيقه مناطق وجدت للتوطين. طبعا كل هذه الحوافز، الطرق اللي عملتها الدوله او الخدمات اللي عملتها الدوله من عمل محطات المحمول وشبكات الاتصالات، من الطرق شبكة الطرق القومية اللي اتعملت عشان سهولة الوصول لكل المناطق بتاعت الاستثمار، بالإضافة للمدن الجديدة اللي صدرت قرارات بتنفيذها في الأونة الأخيرة، كل دي يعني كل ده بيطمن المستثمر في مجال القطاع الزراعي. كمان القطاع الزراعي بقى فيه حوافز على الاستثمار فيه من البنوك، يعني النهارده في مبادره اتعملت من سياده الرئيس، مبادره 5% لكل المستثمرين في القطاع الزراعي. كمان الامن والامان اللي ما كانش موجود قبل كده واللي اوجدته الدوله المصريه متمثله في وزاره الداخليه وفي قواتنا المسلحه، كل العوامل دي خلت ان الناس تقبل على الاستثمار الزراعي. الحقيقه الاستثمار الزراعي كان زمان بيخوفوا الناس فيه ويقول لك انت عايز عمر نوح وعايز صبر ايوب وعايز مال قارون عشان خاطر تستثمر في القطاع الزراعي. كل ده الدوله الحقيقه وفرته الفتره دي، ما عليك الا انك تكون رجل جد تمام وتعلم قيمه الاستثمار الزراعي، وكلنا كلنا المرحله دي ادركنا قيمه الاستثمار الزراعي. ما فيش ارض في مصر كلها بترخص، بالعكس كل الاراضي بتزيد مهما كان مكانها ومهما كانت القيمه المضافه فيها. لما نيجي نتكلم تحديدا على المنطقة اللي احنا فيها اللي هي منطقة وادي النطرون، تحديدا عند الكيلو 20 في طريق وادي النطرون العالمين أمام قرية الشجاعة وقرية سند وبجوار مدينة النبارية الجديدة اللي صدر بها قرار جمهوري، ودي على بعد 10 كيلو من المكان اللي احنا موجودين فيه، ودي مدينة جديدة، واحنا مدينة العالمين الجديدة اللي على بعد 85 كيلو من المكان اللي احنا موجودين فيه، مدينة السادات اللي على بعد 30 كيلو من المكان اللي احنا فيه، مدينة سفينكس الجديدة اللي على بعد 60 كيلو من المكان اللي احنا فيه، كل دي مجتمعات عمرانية قامت على المجتمعات الزراعية اللي احنا موجودين فيها. المجتمع الزراعي اللي احنا فيه ده اللي هو في الأصل قام على أماكن وجود المية ومن أبار وترع،
الحقيقه منطقه وادي النطرون تتميز منطقه وادي النطرون بان هي منطقه جاذبه للاستثمار، لان الان تعد منطقه وادي النطرون هي الحزام الاخضر لخمس محافظات او الظهير الصحراوي الوحيد والقريب جدا من خمس محافظات. هي محافظه الغربيه ليس لها ظهير صحراوي، تبعد عننا هنا 120 كيلو تمام. طبعا محافظه البحيره اللي احنا مدينه وادي النطرون دي تابع ليها، محافظة الجيزة اللي مبقاش لها ظهير صحراوي النهارده، سفنكس الجيزة وصلت لحد الكيلو 68، فطبعا هي أول ظهير صحراوي لمحافظة الجيزة. رابع محافظة محافظة مطروح بتبعد عن هنا 100 كيلو. خامس محافظة محافظة اسكندرية. مفيش ظهير صحراوي لخمس محافظات دول النهارده موجود ومضمون، وفي ملكيات ثابتة من المحافظة ومن شركات الاستصلاح القديمة زي الشركة العامة لإصلاح الأراضي، شركة نوبازيد لإصلاح الأراضي، شركة الميكانة لإصلاح الأراضي، وملكيات القديمة في المحافظة القديمة. مفيش ملكيات موجودة قد هدينا. هنا في 165 ألف فدان بقرار 144 لسنة 2017 تم إعادة تخصيصهم لصالح محافظة البحيرة، الناس كلها بتزرع فيهم، وده كان أحد الحوافز بتاعة الاستثمار من 2007 لحد النهاردة، الناس كلها بتجري هنا، بالإضافة للملكيات القديمة اللي كانت موجودة، ودي تيجي هنا في حدود 300 ألف فدان وما يزيد عن 300 ألف فدان. فإحنا في المنطقة هنا فيما يقرب من 500 ألف فدان تمليك وقابلة للتملك، بالإضافة لشبكة الطرق اللي اتعملت في المنطقة بالجهود الذاتية وبجهود الدولة المصرية، دي كمان خلت المكان فيه حوافز على الاستثمار. منطقة وادي النطرون تمتلك مدينة صناعية زراعية تجعلها رائدة، يعني منطقة رائدة في الاستثمار الزراعي. فاحنا عندنا هنا كمان تصنيع الزراعي في مدينة وادي النطرون، قربها زي ما قلنا من المجتمعات العمرانية الجديدة كلها. مدينة وادي النطرون فيها كمان الخدمات زي الكهرباء، موجود هنا الكهرباء واصلة لكل حتة، طالما أرضك ملك تقدر ترخص بير وتقدم لشركة الكهرباء وتقدر تدخل كهرباء، بالإضافة لربنا من علينا كمان بالطاقة الشمسية، والدولة دعمت هذا النوع من الطاقة من المستلزمات ودعمته في الجمارك ودعمته في الاستيراد، وكانت بدأت يمكن كان بدأ الكيلو ب 15000 جنيه النهارده وصل ل 7500 تمام، يعني نص التكلفة تقريبا، لأنه ما رفعوا عليها الحظر على الاستيراد ورفعوا كمان وقللوا قيمة الجمارك عليها، وده علشان هم أدركوا إن هذا بيدعم الاستثمار الزراعي. فمنطقة وادي النطرون قريبة جدا للفلاحين، قريبة لكل محافظات الدلتا زي ما قلت، قريبة بقى للفلاحين ان هم ييجوا. النهاردة فرصة الفلاحين ان هم يعوضوا الفاقد من الرقعة الزراعية في محافظات الدلتا بانهم يعمروا ارض جديدة في هذه المنطقة، بالاضافة للامن والامان اللي بيوفروا الناس اللي موجودة هنا. الحقيقة من يعني المنطقة هنا فيها، يعني كان يقولك دايما العرب العرب بيعملوا وبيخلوا، الحقيقة العرب هنا متعاونين جدا جدا جدا. الناس هنا مش بقوا بس عشان يوفروا أمن وحراسة، دول أصبحوا هم من قيمة الأرض اللي هم يعلموها اللي هم فيها، أدركوا قيمة الأرض وزراعتها والاستثمار فيها، وبقوا أحد المزارعين وأهم المزارعين في المنطقة، بل بالعكس هم قاطرة المنطقة كلها اللي جرى الناس كلها وراهم، هم اللي بيدخلونا الكهرباء، جايبين خط الكهرباء على حسابهم، وكل اللي عايز يدخل كهرباء بيجي يساعدوه، اللي عايز يحفر بير بيساعدوه، اللي عايز يزرع بيساعدوه. فتوفير الأمن والأمان هنا موجود، توفير كل مقاومات ومستلزمات الزراعة هنا موجود، كل حاجة هنا. وده كمان بقى اللي نقدر نقوله هنا، النهاردة منطقة وادي النطرون بقى وفرت عليك مال قارون، وفرت عليك صبر أيوب، وفرت عليك عمر نوح. الإنتاج ظاهر قدام حضراتكم من أول يوم، بتقدر تيجي هنا أولا بتمن إيراد في الريف المصري القديم، تقدر تزرع فدان وتعمر فدان هنا في الريف المصري الجديد اللي احنا شايفينه ده. فالنهاردة فرصة لكل الناس إنها تستثمر في أقرب ظهير صحراوي وأقرب حزام أخضر لمحافظة الدلتا ومدن محافظات الدلتا والخمس محافظات اللي احنا قلنا عليهم، فرصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين والفلاحين والمستثمرين وصغار المستثمرين إنهم يجوا هنا في أول ريف مصري جديد تتحقق فيه رؤية الدولة بإقامة مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد متماشيا مع رؤية السيد الرئيس ورؤية الدولة
المصرية. رئيس الجمهورية عمل لنا العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي عنوان مصر الحضاري الإداري، فيها سكن حضاري وفيها مجتمع عمراني حضاري وإداري حضاري. احنا النهاردة فرصتنا هنا كفلاحين ومستثمرين وصغار مستثمرين وشباب خريجين ان احنا نعمل عاصمة لمصر الزراعية الجديدة بمجتمع زراعي صناعي عمراني جديد. بشكركم وبشكر تشريفكم لينا ومتشكرين لحضرتك يا استاذ شعبان. اسيب يعني نكمل لقائنا مع الاستاذ محمد واسيب المايك لي. انا محمد عبد الفتاح صحفي، وجيت هنا وادي النطرون بدعوه من صديقي واخويا الاستاذ عادل زيدان رئيس مجلس اداره شركه افرولاند عشان اشاهد المشروع ده على الطبيعه. وجيت بصراحه لقيت حاجه بسم الله ما شاء الله، وندعو الناس ان هي تستثمر في الاراضي الزراعيه الجديده. شكرا. عوض السيد جاب الله بخير، احد مستثمري وادي النطرون. بنشكر الاخوه الافاضل والاستاذ شعبان واخواتنا كلنا اللي حضروا. احنا في امن مكان في مصر الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا. وبنشكر السيد الرئيس اللي من اول ما مسك مصر من 2014 عمل في الست سنين اللي ما عملوش محمد علي من 1805 ل 1848 في 43 سنه عمل الرئيس في ست سنين. الحمد لله رب العالمين امن وامان واستثمار زراعي وصناعي. مصر كلها بتتكلم ولله الفضل عن العالم كله، مش مصر، العالم كله بيتكلم على النهضه اللي في مصر. ان كان محمد علي صاحب نهضه مصر الحديثه، فالرئيس بفضل الله سبحانه وتعالى هيبقى صاحب نهضه مصر الحديثه ايضا، اللي ان شاء الله هيقود مصر كلها الى طفره. وكل شايف اللي بيحصل في مصر، العالم كله. الرئيس كان في فرنسا ولسه راجع، والحمد لله بفضل الله الدنيا كلها هتتكلم وهتتكلم وهتتكلم عن مصر في الأيام اللي جاية. الست سنين دول شهدوا طفرة جامدة جدا جدا في كل المجالات، الزراعة والصناعة والطرق. احنا شايفين الطرق في كل مكان. احنا بس من طالب الرئيس بصلنا في وادي النطرون بنظرة عفت وكأب لينا كلنا، انه وادي النطرون محتاج حاجات كتير، محتاج كل حاجة في وادي النطرون. الرئيس يبصلنا زي ما في غرب المنيا، في المنيا، في المغرة، المفروض يكون في وادي النطرون ده بقعة زراعية. المستثمرين كلها في وادي النطرون، لأنه سنتر بين اسكندرية وبين القاهرة، أقل يعني بدل بيركب عربيته نص ساعة بيكون في وادي النطرون من اسكندرية، نفس الموضوع من القاهرة. فاحنا عايزين الرئيس يبصلنا نظرة عطف بتوفير في طرق برضو يعني اتعملت، بس في برضو عندنا بعض الطرق وبعض الحاجات. واحنا برضو ده مش كتير على الرئيس. اللي احنا بنطلبه من السيد الرئيس ده هو اب لينا، وان شاء الرحمن باذن الله بالتاكيد في خطه الرئيس الجايه ان هو هيكون وادي النطرون في خطته. وادي النطرون من امن الاماكن في جمهوريه مصر كلها. وادي النطرون بيطلع حاصلات زراعيه بتغطي مصر كلها، المنطقه اللي احنا فيها بالذات منطقه بتغطي مصر في الزيتون. وياريت الرئيس يبص لمصدر الزيتون نظرة أب ليهم، عشان برضو ده بيعود على الدولة بعائد اقتصادي بفضل الله هيكون بسبب نهضة مصر إن شاء الرحمن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي السيد مرعي عبد العال من مركز تل برود، مواطن غلبان يعني عاوز ناكل عيش. بنشكرك يا سيادة الرئيس ان انت عديتنا من فير السيل الاول، عالجت مصر تما وحمتنا من القاروني. واول ما مسكت الرئاسه قلت اشتغلوا كلوا عيش ما تقعدوش في البيوت. طلعنا منطقه وادي النطرون للعمل فيه، نرى المغفر بالشهريه بس بالحلال. مهمتي ان نحافظ على المستثمر اللي معاه 5 فيادين معاه 10 فيادين، دي مهمتي. نسهر على راحته، نسهر على حاجته، ما نضيعهاش، ما نهملوش فيه. مفيش حاجه اسمها بلطجي، احنا شغالين مع احسن ناس سن، ناس ما بتشربش السيجاره وعارفه ربنا. واحنا لو ماشي هم ناس كويسين مش هنقعدوا معاهم هنا. وبنشكرك يا سعاده الرئيس انت عايشنا في امان. ومنطقه وادي النطرون دي اجمل منطقه، الزراعه مظبوطه والناس مظبوطه وكل حاجه مظبوطه. واحنا سهرانين على راحه المستثمر. وربنا يخليك لنا يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقولها لك من قلبي ان انت نهضت بينا لقدام ما نهضتش بينا لورا. وربنا يقويك علينا لان احنا حمله جامده. ربنا يقويك علينا كمان مره، ربنا يقويك علينا ويخليك لنا ويطول عمرك المواطن الغلبان اللي مغفر على طريق وادي النطرون.
وشكرا للساده الافاضل، وبنشكر الحاج عادل زيدان شركه افورلاند، لان انا ماسك شركه افورلاند غفرش، ماسك شيخ غفر شركه افورلاند وماسك الحراسه، والراجل ده راجل كويس وراجل ناجح وراجل بامن على العميل تامين مظبوط، ومفيش حاجه اسمها حد بياكل حد. اللي واخد خمس فنادين المياه مظبوطه، كل حاجته مظبوطه، رعايته مظبوطه، رجاله بتيجي من الشركه من عنده، الاشراف دايم اسبوعيا و15 يوم وعلى الشهر، ومفيش حاجه اسمها هنا يعني. نشكرك يا سياده الرئيس، وبنشكرك يا استاذ عادل زيدان، وبنشكر سياده المستشار والحاج ضيف سحيل، وبنشكر كل واحد حضر اللقاء معانا، وشكرا. مشاهدينا، شفنا كلام كتير مع رواد اعمار الصحراء في وادي النطرون ورواد الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، فرص استثمارية كبيرة جدا بالإضافة إلى عمل جاد وجهد متميز من المستثمرين ومن شباب الخريجين ومن شباب المنتفعين. نتمنى خلال الفترة اللي جاية يكون في استثمار أكتر وفي دعم أكتر لهؤلاء الرواد، وإن شاء الله تكون منطقة وادي النطرون من أفضل المناطق الاستثمارية الزراعية الواعدة. شكرا جزيلا لكم، معكم شعبان بلال في برنامج من سيزرع المليون. أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا، وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخدرا، وساعدنا بإيدنا نطورا بسم الله على الله توكل حد. أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم. والفترة سداد مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابن أفرولاند، إدارة تسويق تنمية. المصري صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء، وبكرة جاي ما تقلقيش، خلاص بلا عشان ابنك وابن أفرولاند، إدارة تسويق تنمية.